طيب ما الدليل على أنه أنك أنت تنجو؟ الدليل من القرآن، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما اللهم وليكم ومعذبهم عذابا شديدا. يعني نفس كلام نفس هذا السؤال، يقول لك والله ليش نتحرك، هذول خلاص احنا رايحين فيها، ليش نتحرك؟ يعني هذا ما في احد يستمع للنصيحه، ولا في احد يساهم في إزالة الظلم، فليش؟ وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، يعني خلاص يعني محسوم عقوبتهم. ايش ماذا ردوا عليهم؟ رد عليهم الذين اللي فاهمين سنة الله، اللي فاهمين السنة، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذه على قضية الذين خالفوا الله سبحانه وتعالى في قضية السبت، اليهود الذين خالفوا الله سبحانه وتعالى في قضية السبت، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني إعذار، يعني إعذار، لأن الله كلفنا بالأمر المنكر، كلفنا بالسعي لرفع الظلم، كلفنا بالسعي لإزالة الفساد، فنحن نعذر، نبرئ الذمة بأن نطبق أمر الله سبحانه وتعالى حتى لو لم تكن هناك نتيجة. ولعلهم يتقون يعني محاولة أخيرة لعل هؤلاء يتغيرون. ما هي النتيجة؟ النتيجة فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما يعني حينما قام هؤلاء بإبراء الذمة ولم ينجحوا في التغيير، ما الذي حصل؟ حصل أن العقوبة شملت الساكت والممارس للظلم والممارس للفساد، ومن الذي نجا؟ الذي نهى عن السوء، اللي هم هذول اللي قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فأنت تنجو، أنت وكل من ساهم في رفع الظلم، وكل من ساهم في حاول طبعا مو ساهم، يعني نقول لم ينجحوا في رفع الظلم، حاول أن يرفع الظلم، حاول أن يزيل الفساد، أبرأ الذمة، أنت ستنجو. كيف تنجو؟ الله أعلم، لأن الله وعد بذلك، كلام الله ليس كلامنا. فإذا الإجابة على السؤال أنه أولا هي لك أنت، السعي لإزالة الظلم هو نجاة لك أنت، والحاجة الثانية أنك إن كثرت هذه الثقافة، إن انتشرت فستدفع الخطر عن البلد كله وعن أمة كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. اللي كره فقط لكن ما سوى شيء، كره بقلبه، كره الظلم والطغيان، فقد برئ. هذا في الحديث الصحيح، برئ يعني برئ ذمته للآخرة، لكنه مو مضمون أنه يسلم من عقوبة الدنيا، مو مضمون، يمكن يأخذ العذاب. أما الذي سلم اللي أنكر، ومن أنكر فقد سلم، لأن فرق بين كره بقلبه وبس، وبين أنكر ساهم في، حاول المساهمة في التغيير.